صباح الخير عليكم جميعا. هعرفكم دلوقتي خطوات عمل البوردنج ستيب باي ستيب مع بعض لو مسافر من اي مكان لاي مكان. اول حاجة بتروح المطار، طبعا بتتأكد بالصالة اللي انت رايح فيها، واول ما تدخل المطار بتبدأ تدخل تشوف في اللوحات فين مكان الرحلة بتاعتك بالظبط. بما اني كنت مسافر سنغافورة على الطيران ده، فانا جيت وقفت في اللاين عشان اوريلكم خطوة بخطوة. ممكن كمان تعملها الكتروني عن طريق الماشينز، لان احنا في اليابان كل شيء هنا معمول الكتروني. طبعا مهم جدا انك تاخد بالك من الوزن بتاعك، انك يكون وزنك ملتزم، لان كتير من شركات الطيران بتهتم جدا بموضوع الوزن ومش بتعمل استثناءات الا في اضيق الحدود، فخد بالك من النقطه دي. هنا هيساعدوك خطوه بخطوه، مش هيبقى في اي مشكله اطلاقا، وهتقدر انك انت تاخد كل حاجه بمنتهى البساطه. هنا بنصح انك تحاول انك تاخد كرسي في اول الطياره ويكون كوريدور ممر، بلاش الكرسي اللي هو جنب الشباك، الا لو انت اول مره تركب طياره او يعني ما بالكش كتير او ما ركبتش طيارات كتير، فممكن لو انت حابب تاخد جنب الكرسي اللي جنب الشباك. ولكن دايما انا بفضل الممر ويكون جنب الطوارئ، لانه هيكون افضل بكتير. ما هو كرسي الطوارئ لو قدرت تاخده، لانه في احيانا بيكون برسوم، ولكن هو بيكون واسع ومريح جدا. مهم جدا انك تيجي قبل ميعاد رحلة الطيران الدولي بثلاث ساعات، ولكن انا بفضل ان يكون باربع ساعات مش ثلاث ساعات، لان الطيارة في الغالب مش هتستناك، فحاول انت تكون جاي بدري. بعد ما بتخلص البوردنج وبتشحن اللاجج او الامتعة بتاعتك، بتبدأ تتجه علشان التفتيش، وبعد كده تدخل على الجوازات علشان يختموا لك على الجواز، وبعد كده تشوف البوابة بتاعتك وتتكل على الله تسافر بألف ألف سلامة. يا رب نكون قلنا الخطوات بطريقة سهلة. إن شاء الله دايما مع سفير السياحة هنعرفك كل حاجة تخص السفر خطوة بخطوة. ما تنسناش بدعمك، لايك وشير، وشكرا ليك، ودايما نتقابل على خير. طبعا انت هنا في اليابان، وعشان كده هتلاقي عدد الموظفين قليلين، وكل حاجة هنا الكتروني. انت بتدخل على الماكينة دي وبتحط جواز السفر وبتعمل اجراءات السفر بتاعتك دي، بيسموها التشيك ان ماشين. طبعا عن طريق اللوح الكبيرة اللي قدام حضراتكم واللي موجودة في كل حتة، بتعرف التذكرة بتاعتك الطيارة فين، فين المكان اللي انت يعني مثلا اذا كانت في الاي او في الاي او كده، وكمان بيكتب لك الجيت بتاعك. كل حاجة هنا بتكون دقيقة لأقصى درجة.